ده هو غير شكله ولا ايه؟ ايوه اقفل بقى الباب على حضرتك. هيغير شكله؟ ما تخافيش يا بنتي، هيبقى احلى بكتير، هيخس بقى ويطول ويبقى شبه تامر حسني. يلا قومي دوسي على الزرار الاحمر ده. ليه؟ دوسي بس، دوسي، انا اللي عارفه مصلحتي. انا خايفه. لا ما تخافيش، يلا دوسي على الازرق. الازرق؟ اه دوسي كده تاني، دوسي دوسي. اه ورجعت. ايه ده، انت دوستي مرتين؟ لا دوستي مرتين. لا دوستي مرتين اهو، الجهاز بيقول وورنج. يا نهار ابيض، طب تعالي اقعدي بقى. ربنا يستر كده، باباكي شكله اتغير خالص. انا غيرتي. انا ايه؟ ده غيرتي. غيرته ايه؟ انا مالي، مش انت اللي دوستي؟ انا دوست مره. دوستي مرتين، قلت لك دوسي على الاحمر، انت اللي دوستي على الازرق. عموما ربنا يستر ان شاء الله يطلع احسن بقى. اطلع يا استاذ عبد المجيد. يا ماما يا ماما، خدي هنا. ايه انا ماما؟ ازاي حضرتك يا مدام عزيزة، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. كل الله. تمام؟ تمام الحمد لله. حضرتك منورانا. مرسي. وعمر منورنا، وعايزة اقولك ان عمر ده قمر وعسل وسكر وحبيبي، وقعدنا النهاردة لعبنا وضحكنا وهزرنا، صح يا عمر؟ تعرفين كتفتي. انت اللي كتفتني؟ ماشي. وبعدين عملت ايه تاني؟ وانا اسمي ايه اصلا؟ بتاعت فيلا لاند. لولا لاند؟ فيلا لاند. فيلا لاند؟ هي فعلا فيلا يا ابني. هي جت عندي بقت فيلا لاند. دلوقتي يا عمر انا عايزاك تحط السماعه علشان هسال مامتك شويه حاجات. حط السماعه كده، البسها اللي وراك دي. ايوه خليك حطيتها بقى على ودنك واسمعها. انت بتسمعني؟ طب خلاص بقى، هو عمر راح. دلوقتي يا مدام عزيزه انا هسال حضرتك اسئله، اوكي؟ وانت تجاوبيني عليها عشان اعرف مدى معرفتك بالطفل. اوكي، قولي لي حضرتك اكتر لون بيحبه؟ الاحمر. الاحمر اكتر لون مش بيحبه؟ ما اعرفش صراحه. بتعرفي؟ طب اكتر كرتون بيحبه؟ توم وجيري. اكتر ممثل بيحبه؟ هشام جميل. هشام جميل ده ممثل؟ لا، هو معتبره كل حاجه. هو معتبره كل حاجه. اوكي طيب، واكتر ممثله؟ دنيا. دنيا. يبقى اكتر مطرب برضو هشام جمال. طيب يلا خلاص يا عمر، شيل يا عمر، خلاص شيل السماعة، شيلها دلوقتي. عايزة اعرف منك يا عمر علشان نقارن اجاباتك باجابات مامتك، ايه اكتر لون بتحبه؟ ليد. ليد، برافو. وايه اكتر كرتون بتحبه؟ تيم وزلو. خلاص برافو عليك. وما زلزلو والكرتون الخزان اللي عنده انا حديدة. طيب ومين اكتر فنان بتحبه؟ هشام. هشام ده صاحبي. ده صاحبك؟ اه هشام جمال صاحبك اوريدي. طيب يبقى هشام جمال صاحبك، اوكي. طيب وايه اكتر حاجه بتضايق مامتك منك؟ بتجننها. هاي هاي. خلاص واضح يا عمر ان العلاقه ما بينك وما بين مامتك مضطربه شويه. تحب اغيرها لك؟ لا لا، لف واقعد قدامي. اتفضلي يا مدام عزيزه، قومي معايا حضرتك. حضرتك هتدخلي جوه الاله دي. دي؟ اه. هاي هاي ما جوه. قوم بقى يا عمر ودوس على الزرار. انزل. على الزرار الاحمر. ايوه ده، دوس جامد. دوس. ايه ده، انت دوست كم مره؟ انت دوست كم مره خلاص؟ يا لهوي، ده كده شكلها هيتغير خالص. اقعد بقى اما نشوف ايه اللي هيحصل. مش انا قلت لك تدوس مره واحده؟ مش عارفة دول. دي كده ممكن تبقى واحدة تانية خالص. طب هنعمل ايه؟ هتوحدت.
اطلعي يا مدام عزيزة. فين ابني؟ كده تغيرني يا عمر؟ ألجع تاني. ألجع تاني ازاي؟ مش هينفع ألجع، أنت اللي غيرت، أنت اللي غيرتلي شكلي. لا أخلي. مش أنت اللي دوست على الزرار كتير؟ لا أخلي. مش هينفع أخلق خلاص. لا. طيب أنا هحاول أغيرها لك. خد تعالى تعالى نهو. ايه ماما ايه شفت بقى؟ شفت بقى ماما حبيبتك؟ ايه طن شيماء قلها قلها شكرا. ايه مبسوط ان ماما رجعت؟ ها؟ ضحكت عليك وعملت فيك مقلب عشان انت كتفتني، انا كمان كتفتك وخدت مامتك منك. ماما ايه ايه اللي انت قاعده عليه ده؟ ده معرفش ده؟ هيكون في كده وحاجة ده جهاز كشف الكذب. ليه ده بقى؟ بتعمل ايه ده بقى؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ لما اروح على العرب. عندك كام سنة؟ ستة 8 سنين. حاسه انك مرتاحه ولا حاسه انك خايفه؟ حاسه انا مرتاحه. ايه مرتاحه ولا خايفه؟ خايفه. انت بتحب المدرسه؟ اه جدا. بتحب اصحابك في المدرسه؟ كلهم كلهم. مين في المدرسة ما بتحبوش؟ مثل بتسرق جنبي. بتسرق؟ بتسرق مين؟ بتسرق زمزميتي وانا اللي اروح اجيبها. بتحب المدرسة ليه؟ عايزة اطلع حاجة دكتور كده. بتحب المدرسين بتوعك؟ اه. كلهم؟ اه. كلهم؟ تحب تعوم؟ تعمل بيبي في حمام السباحة؟ يا رب. خد نفس كده عميق. خدته؟ وريني كده النفس تاني. اعمل كده. مرة كمان. مامتك وباباك بيضربوك؟ انت يا محمد عسل وانا بحبك وعايز اسالك اخر سؤال، انت شايفني ازاي؟ شايفني تخينه ولا شايفني رفيعه؟ لا تخين. قول قول. ها يا رب. فيا برافو عليك. بص يا حبيبي انت كسبت.